الاخوان هناك وقعوا في بعض، الاخوان نفسهم وقعوا في بعض، الاخوان وايمن نور قطيعه وتطاول بينهم وتنابز بكل الادوات وبكل الالفاظ وبكل العبارات. تعالوا نشوف داعية الفتنة وجد غنيم بيهاجم نائب المرشد بتاعه. تعالوا نشوف. أستاذ إبراهيم كفاك تنازلات، لن يستجيبوا لك، لكن للأسف هنبقى ضيعنا أنفسنا وضيعنا دعوتنا وضيعنا شبابنا اللي ما بيثقش فينا من تخاذلنا للأسف وانبطاحنا والتنازلات التي ليس أمامها أي مقابل أو فائدة. سماهم على وجوههم والله أراه من أهل النار، شكله الراجل فعلا عليه غضب ربنا. أي حد من الناس اللي يعني أهالينا زمان يقول لك ده وشه بيقول، الراجل وشه بيقول كل حاجة. تعالوا نسمعه، ده كان قاعد فين؟ كان قاعد في قطر بياكل من أكلهم ومرتزقة وتمام، طردوه. تعالوا شوفوا قال عليهم إيه. إن المسؤول دلوقتي عن الإعلام في قطر للأسف صليبي، فعشان كده بيروجوا للكلام ده كله. أسأل الله أن يشل إيد كل واحد ساهم في هذا الفيلم المجرم اللي فتنة، فعلا فتنة للشباب. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يعني شوف، لما ربنا يكرم إنسان بعلم يكون إعلامي يكون كذا يكون كذا، يقوم يبدل النعمة كفر. صدق الله القائل سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. شيطان بيحمل في فمه قرآن لا عمل به ولا يعمل به، بيقول على قطر انه القائم على اعمال الاعلام ده واحد صليبي بعد ما كان عندهم، وبيشتم نائب المرشد بيقول له كفاياك تنازلات. وانتوا عارفين بيدافع عن مين في القصه دي؟ بيدافع عن فيلم سبع، بيهاجم فيلم سبع سنين، سبع سنين اللي انا هاجمته.